على الكتاب وبناء على الاستخلاص البسيط ان مفيش حاجه اسمها مفيش حاجه ممكن تتغير، لا كل حاجه ممكن تتغير. من اكتر الحاجات اللي بتؤرق الستات في الوطن العربي فكره ان هي بينظر ليها انها مواطن درجه ثانيه، انها ما ينفعش تكون موجوده ابدا في الصداره ولا في القياده. انا مش بتكلم بقى على القوامه، يعني كل ما يخالف الشرع احنا مش بنتكلم عنه، احنا بنتكلم على بعض الاعراف النهارده اللي بتقيد الست وهي لا توافق شرع ولا توافق دين ولا توافق اي شريعه خالص. زي فكره ان الست درجه تانية في المجتمعات العربيه، مش مقبول ليها حاجات كتير جدا عشان هي مواطن درجه تانية، عشان تشتغل بتحس ان بمعاناه شديده جدا اصلها درجه تانية، اي حاجه بتعملها بينظر ليها بفكره في الاخر اصل انت درجه تانية. طبعا ما بتتقال انك انت درجه ثانيه، انت ممنوع. ليش؟ لا عشان انا صاحب الكلمه الاخيره. البنت ما بتطلعش، البنت تضل، البنت كذا، فهي الخلاصه النهايه انه درجه ثانيه. انا احكي لك شغله لسه من كم من يوم بس شفتها، اورجيك عظمه الدين تبعنا كيف شغلات كثير هي مجرد انتقاء. مساله القوامه مثلا، الرجال قوامون على النساء، ايش يعني قوامه؟ إيش يعني قوامة؟ يعني أقوم بشؤون البيت وأقوم بحاجات البيت، أقوم بأشوف طلبات زوجتي، أولادي، إيش اللي بيحقق المصلحة تبعت البيت، هذه يعني قوامة. إحنا اللي تورثنا القوامة أنه الكلمة النهائية تبعت الكلام، حتى أنه مثلا لما يجي يخطبها يقول لها لو حصل بيننا اختلاف كلمة مين اللي حتمشي في الآخر؟ أيوة بالزهد وردو ياخد الضبان والصك هذا عشان إنه إيش يمشي الموضوع، إنه خلص كلمته هي اللي تمشي. في حين إنه الإسلام إجا يقول لك إنه الرجال والنساء شقاق جنبا إلى جنب، ولا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم استشار أم المؤمنين أم سلمة في صلح الحديبية، ولا ما كان لعب مع السيدة عائشة، ولا ما كان مشي في الليل ومر بالصحابة وقال لهم صفية زوجتي، بعرفهم صفية، ما قالهاش أم العيال ولا أم الحكومة إلى الحكومة أهل البيت. واحدة بعثت لي استشارة بتقول لي زوجي ما بيناديني باسمي، ولا إيش بناديكي؟ ما بينادي، بيتجنب يناديني باسمي كنوع من التحقير، يعني عارفة كيف؟ بيناديني باسم بنتي أو هي أم فلان كده، يعني يرفض انه يناديها باسمها. في اكثر من هيك تحقير لاي درجه منزلها، مع انه الرسول يعني انت اكرم من الرسول عليه الصلاه والسلام، انت اكرم من قول الله سبحانه وتعالى لما يقول لك في القران ولا هن مثل الذي عليهن بالمعروف. قلت له خلاص ناديه من غير اسم، انت بلا اسم تعال، انت بلا زي ما مش كده تقوم حريق. احنا مش عايزين نقوم حريق، احنا عايزين البيوت، عايزين البيوت تبقى دايما في موده وفي سكينه وفي رحمه، بس في نفس الوقت مش معنى الكلام ده ان انت تبقي ضعيفه الشخصيه او مالكيش راي او مالكيش قدره على اتخاذ اي قرار، علشان انت طول الوقت حاسه ان انت يعني تحت ظل حد، فبالتالي لا خلاص انا مسلوبه الاراده. المشوار تبعنا طويل. انا ما بقول إيه، احنا لو نعمل ثوره وكذا فعلا حتصير حريقه، هي مشوار طويل. وانه الواحد عشان هيك بعطي دوره اسمها القوه الناعمه، كيف انه بالاسلوب الناعم من تحت الطاوله نعمل اللي بدنا اياه من غير اللي هو التصادم اللي حيصير هذا. فلذلك احنا لازم نلعبها بذكاء، بحيث انه شوي شوي مش من مقعد الدرجه الثانيه بعدين مقعد درجه ثانيه ونص وبعدين نطلع على الدرجه الاولى وان شاء الله نرجع قياديات كمان مره. لازم نفهم ديننا صح. لما نيجي نقول زي ما انت حكيتي في الاول نطلب بحقوقنا ونعمل ونسوي كذا، فعلا الدنيا حتخرب رسميا، لانه لما نحس بالقهر والظلم حننفجر. لكن لما نيجي نفهم ديننا صح ونتعمق ونشوف ايش كيف الحلاوه اللي في ديننا هذا، وكيف ربنا الله سبحانه وتعالى كرمنا والرسول عليه الصلاه والسلام في كل مواقفه، شوي شوي هذه كلها حتنعكس علينا في تربيتنا مع اولادنا، في تعاملنا مع زوجنا، وبعدين نطلع على الدرجة الأولى. صحيح. هو في نقطة بس حابة تكون الدنيا واضحة فيها شوية. قد يظن البعض إن إحنا بنقصد بعد مسألة القوام إن أنت بتخدمني، لكن نيجي في اتخاذ القرارات لا حضرتك أنا كلمتي تمشي. إيه المقصود بالموضوع ده؟ وإحنا طبعًا يعني في أمثالنا الدرجة دايمًا نقول إيه؟ أصل يا جماعة مركب ريسين تغرق، وهو الطبيعي إنه الزوج هو ليه القرار النهائي علشان البيت يمشي وعشان الأمور تسير. لكن بعض الستات بتحس أنا مكبوتة، أنا بياخدش رأيي في أي حاجة، ولما بياخد رأيي بيرميه وسلام عليكم، أو يبله ويشرب ميته وسلام عليكم، يعني ما فيش أي حاجة القراري بتتخذ في بعين الاعتبار. في مثل بيقول إنه الرجل هو الرأس والست هي الرقبة اللي بتحرك الرأس،
ومثل ثاني بيقول انه الراجل بفكر بعضلاته والست بدماغها. كل المساله انه الرجال هو اللي بيختار، هو اللي بيقرر والكذا، لكن مين اللي بيلعب من تحت؟ مين اللي بيشتغل؟ مين اللي زي ما تقولي لعب بالمشاعر والعواطف وكذا وساب له حريه الاختيار؟ يعني من ابسط الامثله تبع صلح الحديبيه، لما الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مهتم وزعلان، طب ايش اعمل؟ يا رسول الله روح انت تحلل سوي وكذا. هو له اختياره انه ما يعملش. ما قالت له لازم تعمل لازم تسوي، هي قالت له بس لانه علاقتهم حلوه، ايوه، ولانه في محبه، ولانه في فيحمل لها التقدير. وبعدين دارها في راسه ليش لا، انا بدي انقذ الموقف. فالرسول صلى الله عليه وسلم راح وتحلل من الاحرام وكان الامر انه ايش مشهور يعني انقذ جميع الصحابه بما نعم. فيهم سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر من اجل المواقف. تعالي على موقف زي الفاتح محمد الفاتح اللي فتح القسطنطينية، واحنا في اسطنبول الحين بفضل عمله العظيم هذا نعيش الآن في اسطنبول كدولة مسلمة مليئة بالمساجد والتاريخ والحضارة. الشرف هذا لمين؟ نبوءة من الرسول عليه الصلاة والسلام اقتنعت بها تماما امرأة هي أم الفاتح ونقلتها لابنها. كان له الخيار يقول لا؟ طبعا كان له الخيار، صحيح، لكن ظلت زي ما تقولي تعبي في راسه وتعبي في قلبه الإيمان والدين الصحيح، وتحطه في الكتاب يتعلم القرآن وعند المشايخ. وبعدين تقول أنت اللي حتفتح، أنت اسمك محمد زي الرسول عليه الصلاة والسلام، أنت وأنت وأنت. ممكن كان يكبر ويقول لك لا شغلة صعبة وخلي محمد ثاني يفتح، لكن بالنهاية هي أقنعته. نفس الشيء في بيوتنا، شغلات كثير احنا ممكن تصادم، اوكي، لذلك انا في القوة الناعمة، التصادم هذا حيصير كثير، إذا أنت بتزني حيعاند أكثر، وحتصير مشاكل أكثر وحريقة زي ما بتقولي، لكن لازم نلعبها صح، لازم المرأة تشوف إنه تخلي فعلاً القوامة للرجل، لكن بأسلوب غير مباشر، بالحلاوة أو زي ما تقولي السحر الحلال اللي الله سبحانه وتعالى حطه في النساء ممكن تغير المعادلة كلها. جميل جدا، وبين إن النقطة